متابعي في السيفي، رجعنا لكم في لقاء جديد. ولقاء فني ديالنا اليوم، الضيف ديالو هو المخرج والفنان والممثل المسرحي السي رشيد بوفارسي. اهلا بك سي رشيد. اهلا وسهلا شيماء. اولا كنشكرك على تلبيه الدعوه. كنشكركم وكنشكر قناه انفاس بريس على هذه الدعوه هذه، وتنتمنوا نكونوا عند حسن الظن ديالكم. سي رشيد، حنا كنعرفوا بانك انت رئيس ديال فرقه مسرحيه اللي هي فرقه فضاءات مسرحيه، فقدمتوا عرض او لا قدمتوا مشروع ديال واحد العرض مسرحي باش تستافدوا من الدعم، ولكن للاسف قوبل المشروع ديالكم بالرفض. شنو هما الاسباب ديال هذا الرفض؟ لان نحن حاولنا نتواصل مع المسؤولين باش نعرفوا الاسباب ديال اولى المعايير اللي تتم اختيارها استناد عليها باش في الاختيار ديال المشاريع، ولكن للاسف حتى شي واحد ما بغى يوجهنا، فبغينا اننا نقلبوا على هذه الاجابه ديال هذا السؤال عندكم نتوما. هاد الاسباب حنا براسنا ما عارفينهاش، لان اللجنه المحترمه جميل جدا لو كون ان الوقت اللي كتعطي نتائج الفرق التي تم الاختيار ديالها تقول فوالا هاد الفرق اللي ما استفدتش، هاد الاسباب علاش ما استفدتش. ربما تكون اخطاء في الاوراق الاداريه، تكون ما هو فني ما هو تقني، ولكن تعطيني المعلومه للفرق باش مره اخرى ما تغلطش. هذا جانب. انا ما عرفش كيفاش ان اللجنه كتحكم على عرض مسرحي من خلال الاوراق. هو عرض مسرحي لان ليس كل نص مسرحي قابل ان يكون عرض مسرحي، وليس كل ما يقدم فوق خشبه المسرح هو عرض مسرحي. اذن خص هذه الصيغه باش كاين الان الدعم المسرحي يجب ان يعاد فيها النظر. واضافه الى ذلك انت شرتي لها في مضمون الحديث ديالك، قلتي بانه ماشي اي عرض مسرحي ممكن انه يكون ناجح وممكن يكون عند فيه المعايير ديال العروض المسرحيه. ما ننساوش ان المسرح راه فيه واحد الشيء اللي مهم واللي هو جزء من المسرح هو الارتجال. يعني حنا الا جينا نبنيو يعني القبول ديال او الرفض ديال واحد المشروع على واحد العرض هو باقي ما تلعبش، دونك حنا ما بحال استثنينا هذا الارتجال وبان كاين هذه الامكانيه. يمكن الارتجال تنقولوا حنا ما ندخلوش في قضيه الارتجال غير بمفهوم ديال العرض المسرحي يجب ان يقدم امام الجمهور، وتكون واحد تواصل ما بين الممثلين وما بين المتلقي، يكون داك التواصل ويكون داك التقبل ديال العرض. اللي اخطر من هذا يجب ان تكون مقيد انت في قراءه النص المسرحي بواحد التصور، تدير تصور ديال الملابس وتصور ديال الديكور وتصور ديال الاداره. المسرح هو عمليه ابداعيه. انا بصفتي كمخرج يمكن نبدا برؤيه، ولكن مع تدريب ومع كذا كاين هذيك المفاهيم كلها اللي بالنسبه للعرض المسرحي مع التدريب يمكن نغيرها كلها. الفرق اللي كان الان كتقدم الدعم تتكون ملزمه داكشي اللي قدمات في المشروع ديالها تبقى حرفيا. اذا واش هذاك الشيء غادي يعطينا عرض مسرحي 70% يعطي 70% 30% ما يعطيش؟ ودابا شنو هو المصير ديال المسرحيه اللي تم الرفض ديالها؟ نحن كفرقه فضاءات مسرحيه تقريبا تاسيس هذه الفرقه ما يفوق من 22 سنة الان. هذه 22 سنه كامله فرقه فضاءات مسرحيه لم تستفد ولو سنه واحده من الدعم او الترويج. اذا يعني كيبقى التمويل ذاتي للفرقه. حنا كفرقه واخذين على عاتقنا ان كل سنه خصنا نقدموا عرض مسرحي، نهيئوا عمل مسرحي و تنحاولوا ندقوا للبيبان بالنسبه للجماعات بالنسبه للمؤسسات باش يشروا من عندنا عروض مسرحيه. وفي بعض الحالات كنت نلجؤوا لوزاره الثقافه كتقتني من عندنا بعض العروض. فما يمكنش انني انا كمسرحي وعندي الجمهور ديالي عندنا جمهور وعندنا شغلنا مع انا لست موظف. وي. انا كنمارس المسرح، كندير المسرح يعني كنا المتفرغ إذا خصني ندير عمل مسرحي ما يمكنش نبقى ما عطونيش الدعم الرب عيدين لا. واللي أخطر من هذا هو كاين بعض الفرق المسرحية الآن كتاخذ دعم
تاخذ الدعم كتقدم ديك 6 العروض اللي ديال الوزاره وكتهبط الريدو. لا حنا ما عندناش الدعم وكنقدروا نوصلوا بعرض مسرحي حتى ل 20 25 30 عرض مسرحي. يمكن عاد نقدموه بالمجان يمكن عاد نقدموه بالمقابل، ولكن كاين الشغل ما يمكنش نعيشوا بلا مسرح. حنا ماشي كنتسناو فقط الدعم، لا كنحاولوا ندقوا البيبان من هنا ومن هنا ومن هنا. واش يعني تولي العروض تولي مؤدات، يعني هذوك ما يتبقاش بالمجان كيف ما سبقتي وشرتي، واش ممكن انه يحل هذا المشكل ديال فرق المسرحيه والدعم؟ ما يعني ما تبقاش معوله غير على الدعم، تولي عندها واحد المدخول اللي ممكن انها بيه تستمر وتقدم عروض. وهاد المساله هذه كانت فيما كتعطيني فرصه كنتلاقى مع وزير من وزراء الثقافه، تيكون عندي الطلب الوحيد ليه، تقول لي انا تنطلب حاجه واحده، الفرق التي كان نصيبها انها تكون على الدعم فقط في دفتر التحملات يكون مشروط عليها عدم تقديم العروض بالمجان، لان هذه جريمه ترتكب في حق المسرح. اصبح الجمهور متعود على ان المسرح بالمجان، فإلى حاولنا كاين بعض الفرق المسرحيه اللي استفدت من الدعم من بدايه سنه 98 ليومنا هذا. هاد الفرق اللي استفدت ما استطاعش تكون لنا جمهور مسرحي كيجي يخلص تذكره ويدخل يتفرج عرض مسرحي. فبغينا ان يولي عندنا ثقافه ديال ان الجمهور المسرحي الجمهور المغربي يتعود انه يمشي ويخلص تذكره ويتفرج عرض مسرحي. كيف كيأدي باش يخلص في السينما او لا المباراه او خاصه تولي هاد الثقافه. هاد الثقافه شكون اللي خاصو يديرها؟ هو الفرق المسرحيه. اذا ما دارتهاش الفرق المسرحيه ما غننتظروش باش شي حد اخرى يديرها. حنا تولي عندنا هاد الثقافه ديال ان انا يجي عندي غير جوج ثلاثة أربعة اليوم أربعة الناس يخلصوا تذكرة الله يجعل البركة، مادام أن العرض مدعم من طرف وزارة الثقافة، إذا الناس مخلصة فيه، خلي الجمهور يتعود، دير 10 درهم 15 درهم 20 درهم 30 درهم، المهم يعني أتمنى رمزية ثقافة ديال تأدية التذكرة. على ذكر الفنان المتفرغ، حنا دابا في فترة الصيف وكنعرفوا بان دابا في هذه الفتره الصيف بمجموعه من الفنانين كيبداو يعني يشاركوا مع الجمهور ديالهم، ماشي عيب ولكن كيبداو يشاركوا باننا حنا في هذه البلاد وهذه البلاد وكنستمتعوا بالعطله الصيفيه. بالنسبه للوضعيه ديال الفنان المتفرغ، شنو كيفاش كيقدر انه حتى هو يستمتع بهذه الفتره؟ واش كيستمتع بعد هذه الفتره او لا ما كيتكونش عنده الفرصه انه يستمتع في ظل انه كيقلب على واحد الاعمال اللي منها يخرج واحد المردود شعري؟ هو بالنسبة للفنان المتفرغ، هناك الفنان اللي يقدر يكون محظوظ انه اشتغل طيلة السنة، اشتغل في مسلسلات وقدم مجموعة ديال العروض المسرحية، هنا يقدر انه يوفر واحد المبلغ اللي يقدر يعطي الصيف. الفنان المتفرغ الذي ما شاركش لا في مسلسل، عنده عرض مسرحي هو اللي كيشتغل به. فهذا العرض المسرحي ما كنظنش انه غيضمن ليه واحد يوفر واحد المبلغ باش يقضي به عطله صيفيه مرتاحه. فتيكون هو ملزم في هذا الصيف انه يشتغل غير باش يعيش، غير باش يعيش معيشته اليوميه. خاصه عارفين حنا كيجي فصل الصيف مع الدخول الدراسي مع دابا جمع العيد الاضحى، العيد الاضحى والمناسبات، هذا مشكل اخر. دونك حتى وزاره الثقافه خاصها تاخذ واحد السياسه تصور لهذا الفنان المتفرغ اللي ما عندوش واحد الدخل. كاين دابا كاين بعض المؤسسات وكذا اللي بعض الفنانين تعطاتهم اجور شهريه، كاينه اجور شهريه كتقلاوها او لا تقدم الوزاره غير تسهيلات، مثلا تقدم واحد العطل الصيفيه تتيح للفنانين مثلا تكون مؤدات او لا عندها فيها تسهيلات. هذا مشروع كان كان في قبل كان هنا انه غادي يكون بطاقه الفنان، دارت فيها الخصم ديال 30% ديال القطار. كان مشروع ديال انه غادي يكون مع بالنسبه للفنادق حتى يكون في واحد النسبه، وبالنسبه للطيران خطوط الملكيه المغربيه، ولكن هادشي ما تمش. اللي تحقق الان هو ديال القطار، 30% ديال القطار هي اللي محققه الان. فمثلا احنا ملي كندويو على وضعيه ديال الفنان في الصيف ياك، فبطبيعه الحال ما غنغفلوش ان هذا الفنان هذا كاينين
هو فنان متفرغ، ولكن راه كاينين فنانين اخرين اللي ماشي متفرغين، يعني عندهم مناصب في وزارة الثقافة وفي نفس الوقت هما اللي محتكرين الشاشة، او لا كنشوفهم مجموعة من الاعمال، يعني كنشوفوهم في الاعمال اللي كيتفرجوا كيتقادوا من واحد الضغط اللي محترم، وفي نفس الوقت كنشوفوا بان عندهم واحد السالير اللي كيدوز ليهم شهريا، يعني راتب شهري كيدوز ليهم قار. ف بطبيعة الحال ما غنبداوش نقارنوا بينهم وبين واحد الفنان اللي اصلا ما عندوش مدخول من غير الا خدم شي عمل ولا جوج في السنه. فشنو كتقول في هذا الامر؟ هو هذا الامر انا عندي فيه عداوه كبيره مع مجموعه هذا الفنانين، لان دائما تقول لهم يجب ان تختار ان تكون فنانا او تكون موظفا. فاذا كنت موظف فزاول مهنتك الوظيفيه، فنان راك فنان. الان اللي اصبحنا تنشوفوا ان الفنانين الموظفين يشتغلون اكثر من الفنانين المتفرغين، واللي هو اللي خص يكون العكس. ياكل الفنان المتفرغ، الفنان المتفرغ اللي عنده الحدود الاشتغال. ربما في اللقاء الاخير ديال العقد ديال الشراكه ما بين الجهه وما بين وزاره الثقافه، حاول الوزير ان يشير الى هذه المساله، ان المتفرغ هو اللي سيصنف ك محترف، اما الموظف فيدخل في اطار الهوايه انه هو موظف ولكن يهوى مزاوله الفن. باش نوضح للجمهور، هو ان في اللقاء اللي او في التوقيع ديال الاتفاقيه اللي جرات بين الوزير ديال الثقافه المهدي بن سعيد والرئيس ديال مجلس جهه الدار البيضاء، الكلمه ديال الرئيس ضمنت مجموعه من الامور اللي شار لها الرئيس، اللي يعني اللي شار لها الوزير، ومن ضمنها انه يجب الفصل ما بين المسرح ديال الهواة والمسرح الاحترافي. ف الى اي حد كتشوف ان هذه الامكانيه كاينه؟ للاسف هو ان مسرح الهواة قضي عليه، لم يبقى الان متواجد مسرح الهواة. مسرح الهواة فتره السبعينات والثمانينات والتسعينات كان له وجود، كان يقدم اعمال اللي فوق المستوى، اعمال اللي هي جيده وبشكل كبير. للاسف هو ان هذه الاعمال لم يوثق لها الوزاره الوصيه اللي كانت وصيه على قطاع الهواة، لم توثق بشكل صحيح لهذه التجربه ديال المسرح الهواة المغربي. هذا ترك لنا واحد الخلل، لان الان بعض الشباب تينجوا بعض الاعمال تيقول لك نحن السباقين، ولكن بصح هو تسبق المجموعه ديال التجارب بقله الامكانيات، قدم تجارب اللي هي كبيره ومازال الان في هذه اللحظه مازال ما وصلوش ذاك المستوى ديال السبعينات والثمانينات اللي كان مسرح الهواة. دونك مسرح الهواة يا ريت يرجع لنا مسرح الهواة بشكل صحيح. مسرح الهواة بشكل صحيح، نعم كان جمعيات فيها اساتذه، فيها رجال ديال التعليم، فيها موظفين، ولكن هم هواة للمسرح. أنا في سنة 1999 نظم مهرجان الدولي للفنون الدرامية بالمغرب بمدينة جديدة. هذا المهرجان جمع أكثر من 45 دولة اللي شاركت في هذا المهرجان، وفي نفس الوقت نظم المؤتمر الدولي لمسرح الهواة. تلاقيت بالصدفة مع فرقة مسرحية من فنلندا، ناقش مع المخرج والرئيس الفرقة. هذه الفرقة في عمرها 105 سنين، في 1993 في عمر ديالها 105 سنين، وطرحت عليه السؤال واش انتم فرقة مسرحية محترفة؟ صح، قال لا نحن هواة. 105 ديال السنوات وقال نحن هواة. حنا كنلقاو في رقايا الله بدات خمس سنين كتصنف في راسك مع نحن هواة المسرح. فمن دوينا الخطاب يعني الكلمه ديال السيد الوزير، فهي كلمه كانت فيها بزاف ديال النقاط المهمه، ولكن انايا التقطت نقط واحد جوج ديال النقاط بارزه اللي ممكن ان نشوفوا هي اللي يعني كتخاصنا نناقشوها. اول نقطه انه قال بان احنا دابا ما بقيناش غادي نركزوا على
المركبات والبناء ديال المركبات الثقافية ومراكز الاستقبال ديال العروض، وإنما دابا غادي نوجهوا التركيز ديالنا كامل ياك الموارد والعنصر البشري والطاقات البشرية. فإلى أي حد أنت كتتفق مع هذه الكلمة؟ واش حنا دابا صافي يعني بالبناء ديال هاد المركبات وهذا كنكونوا صافي بحال صافي ما بقاش عندنا مشكل في الفضاءات؟ لأن حنا الفضاءات البناء راه غير جزء، لأن دائما خاصنا نجددو، دائما خاص يكون واحد النوع يعني نجهزوه، يكون التجهيز ديالو بالكامل. فهاديك التركيز على أننا العنصر البشري، واش ما كتشوفش أنه باقي بعيد علينا أننا نقول هذا القدر؟ هي فكرة مزيانة أننا بما أن عندنا مركبات الآن ثقافية يجب أن نستثمر في الموارد البشرية. جميل جدا، ولكن كيف؟ السؤال كيف نستثمر في الموارد البشرية؟ بالنسبة للمركبات الثقافية هي دائما تتطلب منا استثمر فيها. استثمار فيها، لأن كل سنة خصها تجديد في الاليات ديالها بالنسبه للاناره، بالنسبه للستائر، بالنسبه لمجموعه من الاشياء. دائما يجب ان تستثمر، لا مشينا هملناها غير سنه او سنتين فغتبقى غير غير صالحه مثلا لاي نشاط ثقافي او فني. تبقى الصيغه ديال الاستثمار في الموارد البشريه كيف هنا يجي على كما قلنا قبيله، والثقافة والفن ما خصهاش تبقى مسؤولية وزارة الثقافة فقط لاخر. هنا خص رئيس الحكومة يتدخل في المسألة. راه كل قطاعات معنية بالثقافة يجب على الكل أن يساهم في الثقافة. لا وزارة السياحة، لا وزارة البيئة، لا وزارة المال، لا وزارة الطاقة. باش نوضحوا هذه النقطة للجمهور، فاحنا ملي كندويو على الفن والثقافة راه بالتالي كيفيد لنا، مثلا حنا ناخذ غير وزارة السياحة كمثال، راه كيفيد لنا ملي كيكون عندنا رواج فني وثقافي ولا مهرجان منظم هنا في المغرب، دونك اوتوماتيكمون كيكون عندنا واحد السياح اللي غيجي وغتدخل واحد العملة صعبة، دونك هذا الشيء غيعود غيعود بالإيجاب على الوزارة السياحة. انا غنظم واحد مهرجان دولي مسرحي، غنستدعيو لي واحد 15 فرقه او 20 فرقه مسرحيه، فكل فرقه مسرحيه لها مجموعه ديال الاعضاء ديالها، مجموعه 15 عضو او 20 عضو، فضربي العدد ديال كم ضروري الناس اللي غتجي معاهم. اذا وزاره التجهيز تناقض كل شيء. ناخذ سبيل المثال الان تونس، جارتنا تونس طيل السنه عروض مهرجانات ثقافيه طيل السنه، من مهرجان لمهرجان لمهرجان. لو كو ما كانش عندهم ربح في هذا المهرجان، تنظيم المهرجان غادي يدوش فعلا. هنا ما عرفتش واش كيتخوفوا من المسرح، واش كيتخوفوا من مهرجان المسرح. الا كاين واحد الاشاره خصني نشير ليها، لان عجبتني واحد ماشي غندخلوا في اطار مقاطعه الفيلا، كاين واحد الرئيس انا عليها، ولكن هذا الرئيس لانه هو كان جمعاوي، كان عنده اهتمام بالمسرح، كان عنده ما هو ثقافي وفني، ففتح واحد المركب اللي كان تقريبا مسدود شي 30 عام. تفتح لك المركب الثقافي، رغم ان الوقت تفتح لقى فيه شي مشاكل بعد السرقه ديال الاليات وكذا، حاول نظم مهرجانات ديال المسرح، أنشطة ثقافية وفنية. هذه بديلة مزيانة، لأنه كل الرؤساء ديال الجماعات ديال المقاطعات يحاولوا ينظموا لنا مهرجانات ثقافية، غتكون عندنا واحد الحركة مسرحية في المغرب كامل. ما غنلقاو مقاطعة واحدة في المغرب كامل، هنا كيكون شوية الخلل. فلأن تداركنا الوقت، آخر سؤال غادي يرجعنا للدعم المسرحي، غير نرجع عاوتاني لنقطة من النقط البارزة اللي قلت لك اللي قالها الوزير. قال بأن الميزانية هو عنده واحد، هو ما راضيش على الميزانية اللي مخصصة لوزارة الثقافة ولدعم العروض المسرحية. فهنا كيحيل لنا هذا الأمر أننا نطرح واحد السؤال بسيط، بما أن الوزير مهدي بن سعيد هو القائم على وزارة الثقافة، يعني هو اللي مسؤول الأول والأخير على أنه يوصل المشاكل ديال هذا القطاع للحكومة. يعني شكون اللي إلا ما كانش هو اللي غيقوم بهذه الوظيفة، شكون اللي غادي يقوم بها في نظرك؟ تقيوية. هو أي وزير
غيجي وزارة الثقافة غادي نناقشوا معاه يقول لك هذه الميزانية راه غير كافية. ولكن شكون اللي غيدافع على هذه الميزانية؟ خصوصا ان ميزانية وزارة الثقافة هي اقل ميزانية اقل ميزانيات. المبلغ او الغلاف المالي المخصص للدعم المسرحي في تقريبا هذه بعد كنا سنة للتجربة ديال هنا قالوا غنزيدوا في الغلاف المالي فزادوا في الغلاف دخلوا معها الفرق المسرحية نعم دخلوا معها المسرح الشارعي ودخلوا معها التوطين المسرحي فعلا. إذن فمعمر المبلغ المالي بقى هو هو أو تلخص منه. إذن الوزير هنا يرفع خصو يرفع في البرلمان او كذا ربعنا كاين عندنا نواب برلمانيين اللي هما في المسرحيين اسئله في البرلمان يطالبوا بان راه الدعم المخصص للمسرح راه غير كافي. فكيف غنعطيو مثلا 20 مليون هذا الاقصى 20 مليون فرقه مسرحيه 20 مليون فرقه مسرحيه فيها 10 الناس هذا اضعف ايمان هذه الا كانت فرقه فيها جوج لا ما ندوي على الجانب التقني وجانب خاصنا نهضروا 10 الناس او 10 حنا 10 اذا باش غينجز الديكور لي كوستيم الاكسسوار التنقل كذا وتاديه شحال غيبقى لهذا الممثل والو شحال غيبقى ليه فهذا كيورينا ان للاسف باقي خاصنا بزاف ديال المجهودات اللي تبذل باش للنهوض بالقطع ديال الثقافه والفنون الصيغه ديال الدعم تعاد فيها النظر تعاد فيها النظر بشكل كبير لانها هذه الصيغه اللي كاينه حاليا مستبدلين منها بعض الاشخاص هما اللي عارفين كيفاش كتتم العمليه وهما اللي مستفدين الناس الاخرين ما مستفدينش تنقول لك انا تقريبا فرقه 22 عام عمرها استفدت من الدعم ولا الترويج اذا ولا يوضحوا لنا غير واش خاطئين احنا في هذيك الملفات كطلبوا منا ملفات كنعطيكم النص المسرحي كنعطيكم الرؤيه الاخراجيه كنعطيكم التصور السونوغرافي كنعطيكم شنو كيفاش الانجاز ديال العمل المسرحي كنعطيكم البيدجي كامل اشنو غيتم دونك فين كاين المشكل اشرحوا لنا فين كاين المشكل احنا معكم. فشكرا لك سي رشيد على كاع هاد المعلومات وهاد النقاش اللي كان صراحه النقاش اللي مثير واللي طرقنا فيه مجموعه من الامور. فمشاهدينا هكا كنكون وصلنا لنهايه لقاءنا اليوم على امل اننا نتلاقاكم في لقاء جديد مع ضيف جديد وموضوع جديد. السلام عليكم.